أمل بوكيل، منسقة مشروع أنتج يا حومة بيبليكا. اليوم عملنا منتدى حواري حول عزوف الشباب المشاركة في الشأن العام المحلي بحضور سيد ولي تونس ومعتمد سيدي حسين ومستشار في بلدية سيدي حسين، ومعاه مشاركة زادة متاع السكان سيدي حسين والمنسقين متاع مؤسسة الياسمين. طرحنا المشكلة متاع عزوف الشباب، علاش مش قاعد يشارك في الانتخابات البلدية، مش قاعد يشارك في الشأن المحلي، مش قاعد يشوف حومته شنو ناقصها شنو مش ناقصها، وفي الاجتماعات التمهيدية والاجتماعات العادية متاع البلدية. شفنا معناتها لي دو بارتي، من الوالي والمسؤولين ومن الشباب سيدي حسين، وبعد هذا معناتها وصلنا الحل اللي هو مجلس بلدي شبابي باش نعملوه ان شاء الله، اللي هو باش يحد من مشكلة عزوف الشباب في الشأن المحلي. باش وصلنا للمرحلة متاع اليوم حضرنا برشا، كنا عملنا دورات تكوينية للشباب اللي يشاركوا اليوم في الديبا بيبليك، عملنا في القيادة ليدرشيب، عملنا في المواطنة، عملنا في الحوكمة المحلية كتحضيرات باش وصلنا، والحمد لله لقينا صدى إيجابي اليوم، الناس الكل عجبتهم الحكاية.